السلام عليكم إخواني المغاربة والمشارقة والأفارقة. المثل المغربي يقول خلى مراته وكيعاود على مرات جارو، عيش نهار تسمع خبر. غير باش ما تقولوش بأن المغاربة كيظلموا الناس. إخواني الأفارقة والمشارقة وكل العرب، هل من حق هذا المسمى عقروش أو حمروش أو عمروش أو حماروش أن يتهم المغرب بأنه هو المسيطر أو المسير لدورة كأس إفريقيا للأمم المقامة في كوت ديفوار حاليا؟ هل من حقه أن يتلفظ بما تلفظ به ضد المغرب؟ هذا فقط حتى تكونوا شهودا على ما قاله. المهم، كلامه هذا لن يضر المغرب في شيء، لأننا ألفنا هذا من هذه الدولة الأمية أهلها. وأذكره فقط أن منتخب الجزائر لعب بدوره بالليل ولم ينتقد أحد سبب التوقيت، لكن وعلى ما أظن المذيع الجزائري هو الذي دفعه أو شحنه لكي يتكلم عن المغرب بتلك الطريقة، لأنه ذكره حتى بالماضي لما أقصوا المغرب من كأس العالم، وبما أنهم هم يعيشون دائما بالماضي فلا بد له أن يذكره به. هل تملك الأسلحة اللازمة لمواجهة المغرب؟ وهل تعتبر خسارتكم أمام المغرب في تصفيات كأس العالم حافزا إضافيا يعني من أجل الثأر؟ لا والله، أنا في رأيي الخاص انهزمت بالنتيجة، ولكن تعرف قوة الاتحادية تاع اسمه المنافس تاعنا، راهم قوة الآن في إفريقيا، قوة ضاربة يعني في كرة القدم، فهمت؟ والإنسان كل واحد وحده. احنا حبينا نلعبوا مثلا على الساعة 2 زوالا، لعبونا هما 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الان هما اللي هم يعني كما يقولوا راهم يسيروا في الامور تاع الكره تاع افريقيا. واش تحب نقول لك، احنا نتبعوا، احنا من المتتبعين الان. يعني حبيت تقولي بانك كنت تريد اللعب في وقت الظهيره، ولكن فرض عليكم اللعب ليلا في مباراة المغرب. ايه وعدنا في البلد، ايه فرض الكلام، ايه فرض، يعني راهم الان يفرضوا انفسهم، فهم؟ هذه هي الامر، ما عندك ودير، والحاكم ايضا يفرضوا هما، يختاروا هما. لهذا راح تلعب يعني ضد منتخب كبير وتلعب ضد امور اخرى الخفية، فهمت لي، تاع كرة القدم. هل تتخوف من الكولسة في كأس افريقيا؟ لكن إعلام تونسي استغرب من ردة فعل هذا العقروش أو الحماروش لما قال تقريبا بالحديث عن الجزائر، مدرب جزائري في كأس أفريقيا الأمم لكن مش مع الإطار الفني لمنتخب الجزائر، هو مدرب عادل عمروش مدرب تنزاني اللي يواجه المغرب في أولى مباريات كأس أفريقيا للأمم. عادل عمروش نوعا ما هاجم المغرب في تدخل تلفزي. شنو قال عادل عمروش؟ قال المغرب تحدد كل شيء في كرة القدم الإفريقية، لقد فرض علينا اللعب ليلا واحنا حابين نلعب لابريميدي، يعني مع ماضي 3، خاطر مباريات ماضي 3 و 6 و 9. بون سي عادل عمروش راهو الامور هذيا من مشمولات الكاف. بون هو يشير ممكن الى تدخل المغرب لتغيير توقيت المباراة. واضاف ضيف الاعلام التونسي وقال ما هكذا تورد الابل ولا يجب ان تتكلم كذلك. يلا تعليق على تصريح عادل عمروش. والله يا مين، شوف قالوا ما هكذا تورد الإبل، لكن خويا صحيح راهو أنا نخاف من الكولسة، أنا نخاف من الكولسة في كوب أفريقيا هذيا، نظرا للي شفته في القرعة وفي الاختيارات نتاع اللاعبين نتاع أحسن لاعب في أفريقيا وكذا. نخاف من الكولسة لكن مش في هذه اللحظة، مش هكا يعني. انا يا اخويا مش بالطريقه هذه يعني. شو بالطريقه يعني؟ ايش معناها انا المغرب ولقجع يعني؟ مش نطارد اي جزائري مهما يكون في كل بقعه، لازم نطارد ولازم نفشله، هذه غلط. يمكن قلت لك نخاف من الكولسة وبالنسبه للمنتخب الجزائري ونعلنها صراحه، لكن ما هكذا تورد الابل يا اخويا، تعمل في بوليميك زايد بالنسبه للجزائر هي في غنى عليه. انت باش تحب تفيق الراي العام اللي الجزائر تنجم شمل هزيمه ضد المغرب تتظلم، سمعني هو يا اخي، يفيق في الراي العام اللي الجزائر تنجم تتظلم بطريقه غير مباشره. انا نقول لك راك عندك مسؤوليه وعندك امام الله، عندك امانه اللي المنتخب اللي تريني فيه يلزمك تتلهى به، ويلزمك تتلهى اي ديكلاراسيون تكون خصوص المنتخب اللي تريني فيه ويخلص فيك. الجزائر في غنى عنك، الجزائر عندها.
المهم من كل هذا حتى يعلم العالم أن المغرب وخاصة أبناء المغرب لا يظلمون أحدا ويشرفون بلادهم أينما حلوا وارتحلوا، والدليل أن كل شباب كوت ديفوار يشكرونهم على تواضعهم ومعاملتهم معهم، وليس كالآخرين الذين بات شباب كوت ديفوار يفكرون في طردهم من بلادهم لأنهم أساءوا إليهم كثيرا، خصوصا لما يقولون بلادنا أي يعني الجزائر أحسن بلادهم، هي أحسن من بلاد كوت ديفوار إلى آخره، وخاصة رضاعة البقر أو الرضاعة أو الهجلة كما يقولون عنها، وكما شاهدها آلاف الناس وهي تتجول وتصور وتسخر من كوت ديفوار. لازم كل مواطن جزائري يشوف فين راه عايشين هنا باش يعرف قيمة البلاد. يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول إفريقيا. يا وتحية الجزائر، الحمد ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر. الحمد احنا نورمالمون على بالكم ورانا، احنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال وإسبانيا، باسكو هنا عايشين واحد المعيشة. وكون وريت لكم أنا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت بين في لاكار، يا ودي العصر الحجري وقليل